لعملاء رسيفر المدار. في حالة عدم وجود إشارة اضغط زر القائمة منيو من الريموت، ثم حرك الأسهم يمين ويسار، ثم اختر التركيب، ومنها تحرك إلى الأسفل إلى خيار ضبط الهوائي. حرك السهم إلى السطر التاسع واختر تعديل، ثم اضغط السهم اليمين مرتين لكي يظهر الاختيار. ستظهر الإشارة اضغط الزر الأحمر من الريموت لكي يتم البحث عن القنوات. اضغط موافق لحفظ التغييرات. يتم حفظ الإعدادات، بعدها يمكنك مشاهدة القنوات.